اهلا بيكم في فيديو جديد هنتكلم فيه عن اتنين من البرفانات المفضلة، كارولينا هيريرا سي اتش مان بريفي وسلفاتوري فاجام اف بلاك. البرفانين دول من احسن البرفانات اللي عندي في الكوليكشن اللي عندي واقربهم لقلبي وبحبهم جدا وبستخدمهم بكثرة. يعني دي تقريبا تالت ازازة اجيب فيها ده، وده لما بعدش انا خلصت من ده كتير قوي، ولسه يعني اول ما بيخلص بجيبه تاني. من البرفانات الثوابت عندي وعند ناس كتير، ينفعوا في مواقف كتير. قبل ما نتكلم باستفاضة عنهم، لو مش عامل سبسكرايب اعمل سبسكرايب واكتب في الكومنتات قول لي اديني اي فيدباك، شوف انت رايك ايه في اللي انا بقوله، لو في برفان معين عايزني اتكلم عنه او نعمل له ريفيو اكتب لي في الكومنتات. نرجع تاني لموضوعنا، سلفاتوري فيرجامو وسي اتش مان بريفي. نقسمهم من نقط محورية. السعر في المقام الأول، سعر ده ال 100 ملي 70 دولار أو يلامس يعني 70 دولار، فده يصنف إن هو غالي شوية. ده 30 دولار ل 100 ملي. فرق السعر بيجي مع فرق الجودة، مش معناه إن ده جودة ده وحشة، بالعكس ده يستاهل أكتر من سعره، ولكن السي اتش مان بريفي جودته في جلد وفي رم وفي ويسكي، والويسكي اللي فيه حتى ريحته يعني بتبقى مش ويسكي معفن. ما اعرفش لو حد ساكن او لو حد عايش بره مصر، فبيبقى في روائح المشروبات الكحوليه بيبقى ليها ريحه مميزه، فالريحه اللي في ده ريحه حاجه عاليه الجوده قوي. التركيبه بتاعته معموله بصياعه ان هو يعني بعد ما بينشف شويه، بعد نص ساعه ما تحطه ولا حاجه، ريحته بتبقى خرافيه. يعني انت نفسك بتبقى عايز تاكل الهدوم اللي انت حاطط عليها البرفان ده. بنسبة 100% من الإعجاب بتجيلك وأنت حاطط البرفان ده. مشكلته إن هو أداؤه مش قوي قوي، يعني سي اتش مان أداؤه مش قوي قوي إن هو يمشيك اليوم كله، فهو ده بيفضل إن هو لو أنت نازل بالليل مثلا ساعتين تلاتة أربعة، رايح تقابل حد، رايح يعني حاجات ليلية، إن هو مش ما فيهاش فرهضة يعني، فده بيبقى برفان كويس. لان مشكلته فواحان ما بيقعدش كتير، بيقعد مثلا ساعه ولا حاجه فواحان قوي، وبعد كده الدراي اوت بتاعه بتحتاج ان انت تقرب من الشخص قوي انك تشمه، يعني يبقى تقريبا لدرجه نص متر ولا حاجه، فانت يعني تكنيكلي يعني انت قاعد في حضنه. فده بيبقى منصوح بيه مثلا لو انت رايح تقابل واحده، يعني لو انتم مقربين من بعض، فده يبقى مناسب للاختيار للمواقف اللي زي دي. نيجي للسلفاتوري فيرجامو اف بلاك. زي ما قلنا ان هو 30 دولار ل 100 مللي، فسعره كويس جدا، وانا مستغرب لغايه دلوقتي ان هو سعره ما غليش مع الزمن، يعني لان هو تركيبته ممتازه واداؤه ممتاز فوق الممتاز. البرفان ده فيه توابل بكثره، ينفع في مواقف كتير رسميه، يعني ينفع لو انت حاطط بدله، لو انت رايح شغل مثلا، في حاجات رسميات كتير بينفع. يقضيك ان هو كبرفان نهاري برضه، بس نهاري يمكن في الشتاء شويه، لانه ممكن في الصيف يبقى مزعج حبه، ففي الشتاء ده ينفع برفان شتوي ما فيش مشاكل. ينفعك مثلا لو انت رايح انترفيو، رايح تعمل حاجه، عايز تدي انطباع كويس للناس اللي قدامك، فده بيبقى الاختيار الامثل. وبالنسبه ل 30 دولار بالنسبه لاسعار البرفانات اليومين دول، فده مازال صفقه القرن. لو في مقدرتك انك تجيبه هاته، ومش هتندم عليه، وده من البرفانات القلائل اللي انا اقول لك هاته من غير ما تجربه حتى، يعني لان ده بنسبه 100% من الناس اللي جربته عجبها وبتجيبه تاني، و100% من الناس اللي مثلا بتبقى حاطه وبتعدي من جنبهم او يبدا اعجابهم مفيش حد بينزعج منه، مفيش حد ما عجبوش. فده مقارنه البرفانين دول، انا ما اقدرش اقول مين فيهم الاحسن، لان الاثنين بيتكلموا في نقطه سعريه مختلفه وبيتكلموا عن تركيبه مختلفه تماما. ده جلد ومشروبات كحوليه، ده توابل يعني في الطبع الغالب فيه توابل، فالاثنين مدرستين مختلفين. انا رايي انا الشخصي هيبقى غريب شويه، انا بفضل شويه السلفاتوري فيرجامو، لان هو يعني فليكسبل شويه، او ان انا بحطه في مواقف كتير، فزي ما تقولوا انا يعني بعتمد عليه اكتر من ده انا بحبه كل حاجه، بس ده يعني بما ان فواحانه مش كبير قوي، فبيبقى المواقف اللي بتحط فيها قليله شويه او يعني ريستريكتيف شويه. و70 دولار هو غالي شويه، فزي ما تقول انا بناطل ان انا اخلص الازازه كل فتره، فيعني من وجهه نظر اقتصاديه بحته. بس ده كان فيديو المقارنه ما بينهم. اتمنى تقولوا في الكومنتات مين اللي بيعجبكم اكتر، لو عندكم او لو ما جربتوهاش قولوا لي انهي برفانات تانيه محتاجين تجربوها.